السلام عليكم. اليوم غادي نتكلموا على الكونتابيليتي او المحاسبه. كنحل اللوجيسيال ديال السيج، خاص بالكونتابيليتي. كنختاروا السنه اللي غنشتغلوا فيها. هنا بزاف السنوات كاينين، 2011 2012 حتى 2018. هنا عندنا 2018، خلينا السنة، دخلنا لها من فونيتر، هادي ليتا كنشوف فيها لي جورنو، لي كود، المجموع ديال لي كود كاملين. تيير، ايطا ديال التيير، الارقام ديال لي تيير، لي كليون، لي فورنيسور. هنا تخيطمو حتى هي فيها بزاف المعلومات. هادشي غادي نعرفو فيما بعد. هنا ستريكتير حتى هي فيها بزاف المعلومات. ستريكتير هو الى بغينا نسجلو شي كليان او فورنيسور او ندخلو كود جينيرال. هنا لي كود او لي كود ديال لي جورنو. لي جورنو ديال البنكة، ديال لودي، ديال الفونت، ديال تي في ا، ديال سالاري، ديال لاكيس، ديال لا ديوان. هنا الا بغينا نشتغلو كنمشي للجورنال دو سيزي، ندخلو لي من تخيطمو ولا من عندنا من الجدول العمودي. هنا كنمشيو للريشيرش ديال لي كريتير، اي مونطو او مبلغ يوجد داخل لوجيسيال كيمكن لينا نبحثو عليه. كنكتبو المبلغ ونبحثو عليه. هنا كنرشرشيو على المبلغ 5000 درهم، ما غاديش نوجدوه لان 2018 مازال ما سجل، مازال ما تخدم فيها والو. كناخدو السنة اللي قبل منها 2017 باش كنجربو فيها، لان 2017 تخدمات كاملة. 5000 درهم، 5000 درهم، كنشوفو الوقت، كنشوفو التاريخ، كنديرو ريشيرش. هنا اي مبلغ فيه 5000 درهم كيخرج عندنا. هنا دخلنا روشيش دي كريتير، روشيش دي كريتير. هنا ندخلو جورنال دو سيزي. هنا لي جورنو ديال الكونتابيليتي هما هاد. كل جورنال في 12 شهرا، في 12 موا. جورنال انوفو، جورنال انوفو في 12 شهر، ولكن كيتخدم غير في شهر واحد. هو كنقوم بالعمليات اللي في السنة السابقة. هنا خدامين في 2017 كنلوحو ليه العملية ديال 2016، ياك شحال كيتسالنا ديال الفورنيسور، شحال كنتسالو ديال الكليان. المونطوات ديال لي كليون كنسيزيهم في الكريدي، والمونطوات ديال الفورنيسور كيتسيزاو في الدي بي، دي بي كريدي. اي مبلغ في الدي بي هو خاص بالفورنيسور، واي مبلغ في الكريدي خاص بالكليان، لان اللي خلصنا شي حاجه
فونت بعنا وتخلصنا، والدي بي شرينا وخلصنا. هنا كنشوفو لي كود، لي كود كيمشيو على حساب الكلاسمون، كلاسمون ان، كلاسمون دو، كلاسمون تروا، كلاسمون كات. كلاسمون تروا خاصة بالكليون، هي اللي فيها 34 21 ربعة الأصفار، الكود جينيرال ديالها. الكلاسمون كات خاصة بالفورنيسور، فيها 44 11 ربعة الأصفار. هنا هاد لي جورنو ما كاملش، ما تلاحش كامل، غنحاول نسيبريميه، نحاول نمسحو ونعاود اللوح جورنال انوفو من السنة السابقة، يعني 2016. هنا كنسيليكسيونيو دي كريتير باش نمسحوهم. هنا قمنا بعملية المسح. هنا كنشتغلو داخل جورنال انوفو، كنخدموه في شهر واحد. هنا غنمشيو للفونيتر وندخلو 2016، سنة 2016 كنمشيو 2016 كنمشيو للتخيطمون، كنمشيو لفان ديكسيرسيس، كنمشيو نوفيل اكسيرسيس، كنمشيو سويفي سويفي سويفي، وكناخدو انوفو، كناخدو انوفو، كناخدو انوفو. هنا اش كناخدو؟ العمليات اللي بقات لينا في 2016، الكليان اللي كنتسالوهم والفورنيسور اللي كيتسالونا، هو اللي كيتلاح العام الماجي السنة القادمة باش كنشتغلو عليهم. سويفو 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 فان نهاية، غيتلاح 2017. اوكي، مكنحتاجوش تسيزو بيدينا. ننتظر قليلا. فونيتر 2017، جورنال دو سيزي، كنمشيو لانوفو، كنفتحو شهر واحد، هاي العملية عندنا. هنا اي حاجة داخلة الكريدي راه كتسالنا، واي حاجه داخل الدي بي راه كنتسالوها، العكس ديال السيزي. السيزي اللي في الكريدي راه حنا كنتسالوه، واللي في الدي بي راه كيتسالنا. هنا نشوفوا لي كود 34 21 بعض الأصفار، الكود الأولين خاص بالكليو، 44 11 بعض الأصفار، كود خاص بالفورنيسور. هنا كنمشي للجورنال الثاني، الجورنال الثاني خاص بالبنكة، خاص بلا بنك، يعني خاص بالغولوفي، يعني كشف الحساب ديال لا بنك، ديال سوسيتي، ديال الشركة. هادو الكريتير، كنسيزيو لا دات، التاريخ، نسيزيو الكود. الكود الاولاني نيميرو كون جينيرال، مثلا الكليون 34 21 ربعة الاصفار خاص بالكليون، كنسيزيو في الكريدي. اي مونط اي مونطو دخل لينا الكريدي راه خاص بالكليون، واي مونطو خرج لينا من الدي بي راه خاص بالفورنيسور. كنلتزمو بغولوفيت البنكة، كشف الحساب ديال الشركه. اللي في الكريدي كنسيزو في الكريدي، واللي في الدي بي كنسيزو في الدي بي.
كل كليان عنده الكود ديالو، كل فورنيسور عنده الكود ديالو. هنا كنمشي للجورنال الثالث لا كيس، يعني ليسبيس يعني النقود، اي حاجه كتخلص نقدا كندوزوها في الجورنال. الى خلصنا كندوزوها في الدي بي، ولا تخلصنا من عند الكليان كندوزوها في الكريدي. هذه فاكتورة تخلصنا مع الكليان، دوزنا في الكريدي ديال شهر واحد. الجورنال الرابع خاص بلادوان، خاص بلادوان الا كنا كنديروا عمليات الاستيراد من الخارج، ضروري السلعة كدوز في الديوانة الجمارك، كنسيزيو لا فاكتور ديال لا ديوان. كريدي لا فاكتور مونطو تي تي سي كيدوز في الكريدي، والمونطو لور تاكس، والتي فيا كيدوزو في الدي بي. هنا كندوزو الجورنال الاخر، جورنال دي زاشا. اش معنى دي زاشا؟ اي سلعه خديناها من الداخل من المغرب وكنعاودو نبيعوها كندوزوها في الجورنال دي زاشا، يعني دي زاشا لوكال. حتى هي تي تي سي في الكريدي، تي فيا ولور تاكس في الدي بي، وكل عملية عندها الكود ديالها. الكود ديال تي فيا 34552 2 3 الأصفار. هنا الجورنال ديال لامبورطاسيون كندوزو فيه لا فاكتير ديال فورنيسور اللي على برا، ما فيهاش تي فيا، فيها غير تي تي سي في الكريدي، وكنعاودو نفسو في الدي بي. الجورنال الاخر كيتسمى اوبيراسيون دي فير، اي فاكتوره كنستعملوها ما كنبيعوهاش، كنستعملوها كندوزوها في هذا الجورنال. فاكتوره ديال الضوء او الكهرباء او الماء او الهاتف كندوزوها في هذا الجورنال. تي تي سي في الكريدي، وورتاكس، والتي في في الدي بي. احترموا الملاحظات اللي في الفاكتوره والكود جينيرال والكود ديال تي فيا والكود ديال لور تاكس. اور تاكس كيبدا اور تاكس ب 61 على حسب المجال ديال كل فاكتوره. هذا الجورنال ديال سالاري، يعني مستخدمين. هذا الجورنال يحتاج شرح اكثر بالتفصيل، غادي نفصلوه في حلقات قادمه. حلقات قادمه نتكلموا على كل جورنال بوحدو. هذا الجورنال ديال ترانزيت ديال الشركه اللي كتقوم بالتعشير، ملي كتدخل السلعة للميناء حتى كتمشي للديبو ديال الشركة. حتى هي فيها تي تي سي في الكريدي، والدي بي فيه لور تاكس والتي فيا. كنمشي للجورنال المقبل، هو الجورنال ديال تي فيا. تي في ديال الفونت كنخلصوها للدولة فيها 20%. كنسيزيو تي فيا اونكيسمون، يعني اللي خاصنا نخلصوها للبيع ديال كل شهر، وكنسيزيو من وراها تي فيا اللي ديجا خلصنا للفورنيسور، كتسمى تي في ريكيبيري. الى عندنا خاصنا نخلصو 10 مليون ديال التي فيا هاد الشهر، ديجا خلصنا 5 مليون التي فيا ديال الشراء، كنقصوها من 10 مليون وكنخلصو 5 مليون، 50 ألف درهم. الجورنال الأخير هو ديال الفونت،
هذا كنديروا ليه عملية ترانسفير من لا باز او من الجيستيون ديال الفاكتوراسيون، لوجيسيال ديال الفاكتوراسيون. ما كنسيزوش بالدين هذا، غير كنديروا عملية ديال اكسبورتي الفاكتوراسيون، ابورتيها في الكونتابيليتي بعد نهاية كل شهر او في اخر السنة، ومن الاحسن تكون نهاية كل شهر. الفونت كما شفتو، لا دات، الكود كليون، لا فاكتور والاسم ديال الكليان، وكان سي جي و تي تي سي في الدي بي، والتي في ولور تاكس في الكريدي، والخلاص اللي كيخلصنا الكليان كان سي جي في البنكة في الكريدي، باش يكون عندنا لا فاكتور في الدي بي والخلاص في الكريدي. عكس الفورنيسور، الفورنيسور كتكون لا فاكتور في الكريدي والخلاص كيكون في الدي بي. هنا كنحسب التي فيا ديال هاد لا فاكتور اللي بعنا، لا فاكتور التي فيا ديال الفونت 44.55 ربعة الأصفار، والتي فيا ديال لاشا 34.55 جوج ثلاثة الأصفار. هادو كيتسموا كود جينيرال. هنا غنمشيو نتكلمو على الخلاص ديال هاد لافاكتير اللي فيها 12,000 درهم، 12,000 درهم. نفترضوا ان الكليون خلصنا في الغلوفي في البنكة، الروشيشيو انبحتو على الكود ديال نفس الكليان، السطر الاول كيكون فيه الكود جينيرال معروف 34.21 ربعة الاصفار، السطر الثاني كيتسمى الكود تير. كل كليان عنده النمرة ديالو، كتكون عنده في لاباز ديال الفاكتوراسيون في لوجيسيال الفاكتوراسيون، وكتكون نفسها في لوجيسيال ديال الكونتابيليتي. حنا 12,000 درهم دخلناها في الجورنال ديال الفونت في الدي بي، وغنسيزوها في البنكة في الكريدي. هنا غنمشي للتخيتمون، نمشي لانتيروغاسيون تيير باش نرشيو او نبحتو على هاد الكليان كيفاش خلصنا، شناهي لا فاكتور ديالو. هنا كنبحثو على الاسم ديال الكليون، انا اخطات في الرقم عنده ثلاثه الاصفار، ها هو كاين، ها هي 12,000 درهم دخلناها في الدي بي في في تي فونت صغيره، في تي في الجورنال ديال الفونت في الدي بي، والخلاص دخلناه في البنكه بنك بيكي بنك في الكريدي. هنا غنديرو عملية ليتراج ليتري بأن الكليان أمور ديالو مضبوطة، عنده لا فاكتور في الدي بي وعنده خلاص في كريدي. هادي الكونتابيليتي دي بي كريدي. أنا إكريتير نو ليتري، هادو مازال ما كاينش لا فاكتور ديالو. هنا إكريتير ليتري، هاهي تمت العملية بنجاح. دي بي كريدي كنفيرم، نسدو لوجيسيال وغادي نقوم بشرح مفصل.